والمشكورين المساهمين لهم القيمة. بدأ كبير من أنه داخل الحزب كاين تراكمات وكاين كفاءات وكاين تفكير وكاين غيرة وكاين تصور وكاين ما يكفي باش نجرو من الحزب داك الحزب اللي كان طمحوا للجميع. قبل ما نطرق لهذه النقطتين أو ثلاث نقاط نبغي نعطي بعض توضيح. أولا باش ما تفهمش الكلام ديالي قبيلة خطأ، أنا لا أشكك في الانتخابات، كل ما أقوله هو أنه إحنا كنا الأولين اللي قلنا بأنه هنينا بحسب الفائزة وكتنا إلى آخره. ولا قلت الفائز نفهم بمعنى أنه إحنا ناس ديمقراطيين وماشي بعد كل نتائج الانتخابات كنخرجوا كنقولوا كنطعنوا فيها بحال اللي كانوا كيديروا وحدين اخرين، لان حنا ناس مسؤولين كنعتبروا بانه بلادنا وصلت من مستوى من النضج والشفافيه باش الاشياء تدبر بالطريقه اللي خصها تدبر. ثانيا حنا كنعتبروا بانه كاين هناك ملفات كبرى، إصلاحات هيكلية كبرى تتماشى مع المرحلة. صندوق المقاصة هو ظاهرة من الظواهر، وإحنا دائما كنا كنقولوا في تدبيرنا كنميزوا بين جوج ديال الحوايج، التوازن الاجتماعي والتكلفة ديالو والتوازن المالي في علاقة فوارق الاستحسسات الدولية مع الناس اللي كيمولوا البلاد. احنا دائما دبرنا هذا الشيء هذا بطريقة واضحة ومسؤولة، كنعرفوا بأنه المس بالتوازنات الاجتماعية التكلفة المالية ديالو أكبر من التكلفة ديال صندوق المقاصة. كنعرفوا بأنه صندوق المقاصة وصل إلى مستويات اللي ولات كتأثر سلبا على التوازنات المالية ديال البلاد، لكن في نفس الوقت احنا ناس اللي كنا كندبروا وكنخططوا ووضعنا اليات اللي اشتغلنا عليها لمده سنتين على اساس انه يكون هناك اصلاح تدريجي في افاق 2020 باش الفئات المتوسطه كذلك ما تمش. لانه الاشكال ديال صندوق المقاصة شنو هو؟ عندك 20% ديالو كياكلوها 5% ديال الناس، عندك 20% الاخرى كيستهلكوها او 90% كيستهلكوها 20% ديال الفئات الفقيره، ولكن عندك 70% اللي كيعيشوا الوسط اللي كيستافدوا كذلك. المس بقوه او يعني وتيره متسرعه في هذا الصندوق غادي يدفع انه الفئات المتوسطه الهشه غادي تنزل الى مستوى الفئات الفقيره، لانه ما تقدرش تحمل العيب ديال 5-6-7% ديال التضخم. عرفتي شنو هي 5-6-7% ديال التضخم؟ على القدره الشرائيه. والتوجه ديالنا كان دائما هو ان سقف التضخم ما يفوتش 2% باش نحافظوا على الاستقرار الاجتماعي. إذا الإصلاح مزيان، لكن الإصلاح خصو يتماشى مع جوج ديال الحوايج، خصو يتماشى مع القدرة ديال الدولة على تطوير الآلة الإنتاجية وخلق الثروات في البلاد وتقليص الفوارق المجالية باش يمكننا نقلصوا الفوارق الاجتماعية. المشكل ديال المغرب هو أننا عندنا جهات تطورت وجهات لم تتطور. إذا الإشكال ديال هذه الفوارق مازال مأثر سلبا على الوضع الاجتماعي. النقطة الثانية، الإصلاح خصو يمشي مع التصور اللي كتبنيه ديال تطور القدرة الشرائية للمواطنين. إذا اللي كنقولوا حنا بأنه الإصلاح التدريجي خصنا نمشيو فيه، هذا مرتبط بالسياسة الاقتصادية ديال الحكومة والاستراتيجيات اللي كتطورها والقدرة ديالك على تغيير واقع المواطن يوما بعد يوم. ديك الساعة كتقول بأنه أنا في مخطط وفي مسلسل إصلاح تدريجي لكي يخذ بعين الاعتبار التوازنات الاجتماعية.
ذاك الخطاب ديال هذا ضد وهذا مع الدعم المباشر هذا خطاب مغلوط. ما نغلطوش المغاربه بهذا الشيء، هذا خطير اننا نغلطوا المغاربه ونوضعوا انه كاين قوى مع الدعم المباشر وقوى مع ماشي مع الدعم المباشر. بغيت نذكر بانه حنا اللي درنا الدعم المباشر تيسير، حنا اللي درناه، انا وزير الماليه اللي مولته، انا اللي دفعت وزاره التعليم باش ترفع الوتيره ديالو والسقف ديالو، وكنا كنهيئوا الرماد على اساس انه الدعم المباشر يمشي للصحه، يمشي للتعليم، الاصلاح التدريجي، وكذلك المشروع ديال البدايه اللي كان على اساسه غادي نطوروا مجموعه ديال الاليات لصالح المواطنين لضرب الهشاشه. الفقر تراجع في المغرب، لكن مساحه الهشاشه توسعت حذاري، ملي كنقول الهشاشه بمعنى الدخل وغير القاب. اذا راه حنا كنعالجوا قضايا اللي قضايا كبرى وراه كتمس التوازن الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي بشكل خطير. اذا حنا كنقولوا من منطلق تجربتنا، منطلق معرفتنا للواقع، منطلق اننا حزب لا يتعامل مع القضايا من منطلق الاستغلال السياسي والانتخابي، كنقولوا بان التجمع دائما غيكون واقف بقوه في وجه كل اي اصلاح اللي غادي في اتجاه ضرب الاستقرار الاجتماعي او اي اصلاح اللي هدفه الوحيد وهمه الوحيد هو الربح الانتخابي. وهذا من منطلق مسؤوليتنا، من منطلق معرفتنا الواقع بلادنا، من منطلق تجربتنا، ومن منطلق تدبيرنا للشارع. ملي كيجيو كيقولوا انتم علاش ما درتوش، حنا ما درناش هاد الشيء هذا لانه وصلنا لهاد الخلاصات. اللي عنده الشجاعه اليوم باش يحيد صندوق المقاصة يزيد، ولكن كنعرف بانه هذا خطاب مرتبط بضغوطات. اكيد انه كاين مؤسسات تمويل اللي كتضغط على الحكومه، اي حكومه مهما كانت، نظرا لكون انه بالفعل صندوق المقاصه وصل الى مستويات اللي، ولكن باش نحافظ على التوازنات الماليه يمكن لي مش نقلص في المصاريف، مستوى عيش الدوله، مجموعه ديال الاصلاحات الاخرى، ولكن اللي كيحل لك المشاكل هذه شنو هي؟ هي القدره ديالك في اطار السياسه العموميه تجعل البلاد غاديه بوتيره انتاجيه واقتصاديه اللي كتسمح بمعدلات نمو مرتفعه. احنا في البرنامج ديالنا، احنا دائما ملي كيكون نقاش في الصحفيين كنقول كون كنتو في بلاصه الحكومه شنو كنتو غديرو؟ كنقول اولا احنا ماشي بلاصه الحكومه. الحكومه مسؤوليتها وتجاوب على القضايا. ولكن ملي بغيتو تعرفوا غادي نقول لكم رجعوا للبرنامج ديال الحزب. احنا كان عندنا تصور واضح في اطار استمراري، ولكن في اعاده الاولويات. قلنا بانه الاولويه ديال البلاد خاصها تعطى التوازنات المجاليه والاجتماعيه، بمعنى انه سياسه الدوله، مخططات الدوله خاصها تمشي للاقاليم اللي مازال كتعاني من ضعف ومن الهشاشه. العالم القروي، المناطق الجبليه، المناطق الهشه، امكانيات الدوله خاصها تمشي بهذا الاتجاه. النقطة الثانية، التشغيل، إعادة ثقة الشباب. ما يمكنش بلاد اللي كتوفر على طاقات شبابية من مستوى ديال المغرب أن الطاقة الشبابية ديالها تبقى دائما عرضة للشارع وعرضة لغياب ثقة في المستقبل وفي غياب الأمان. وضعنا آليات بما فيها صندوق التشغيل ودرنا فيه الفلوس قبل ما تجي الحكومه، وكان عندنا برامج واضحه. النقطه الثالثه، مليار ديال الدرهم مصرفو في ولد. اذا احنا راه كانت عندنا مقاربه فيما يخص تدبير الشان العام واعاده النظر في الاولويات، والهم ديالنا كان هو الحفاظ على الثقه، الثقه في مقومات الاقتصاد الوطني، الثقه في البلاد، ثقة
تعرض المواطنين في القدرة ديال البلاد ديالهم على مواجهة الأزمة. ملي كتجي الخطاب وكتقول بأنه حنا الأزمة اللي جاتنا والبلاد في أزمة اقتصادية، كل شيء تم بأنه كاين الأزمة وكل شيء انبطح من الأزمة، وتا واحد ما بقى كيقدر يتحرك كيقول كاين الأزمة. الصراع ديالي كان دائما ضد هذا الخطاب، خطاب اليأس. تدبير الشأن العام كيتطلب الشجاعة، كيتطلب بعد الرؤية، كيتطلب كذلك القدرة على العمل اليومي المستمر في معالجة الملفات وفي الحفاظ على الثقة في البلد. احنا خرجنا في جميع المجالات مع جميع المؤسسات في كل الأماكن، خطابنا كان دائما ثابت، هو تصور للتنمية، هي مجالات الاستثمار، ها هو القدرة ديال البلاد، الاستقرار ديال البلاد، الخيارات ديال البلاد، التموقع الجغرافي والاستراتيجي ديال البلاد. مستمر كيجيو، مستمر المغربي طايح، كيستثمر. 2012 شوفوا معدلات الاستثمار، شوفوا مستويات الاستثمار، وغادي تشوفوا كذلك في 2013، لأن الخطاب كان خطاب اليأس. قراءتنا السياسية لهذا الخطاب جوج ديال الحوايج، غير التجربة بالطبع، لكن إلى جانب هذا كانت وعود كبيرة، وعود كثيرة، وعود خيالية، وكان معي بأنه ما يقدروش يجاوبوا الوعود. إذن كان وضع البلاد في وضع غير طبيعي وغير سليم، ولهذا كنقولوا حذاري. أقولوا حذاري لأن اللي في المحك في آخر المطاف ماشي هي موازين قوى سياسية ما بين أحزاب. اللي موضع في المحك اليوم هو الوطن، هو البلاد، هو المواطنين. ذاك المكتسبات اللي حقناها بعرق جبيننا ب 16-18 ساعة خدمة في النهار، ما خصهاش تمشي هباء منثورا، ما يمكنلهاش تمشي بهذه السهولة. ولهذا احنا كنتعاملوا مع هذه الحكومة من هذا المنطلق، باش كل واحد يتحمل مسؤوليته التاريخية في هذه المحطة الحاسمة في مصاري بلادنا. احنا ما كنديروا مزايدات، وماشي في طاقتنا المزايدات، وماشي في طاقتنا المعارضة بالمنطق السلبي. كنتعلموا كذلك اننا نديروا معارضة من نمط جديد، من منطلق اساسي هو قناعتنا بأننا خصنا نبنيو ثقافة الحوار المسؤول. عشنا غريب باش الذاكرة ما تكونش، رجعوا سنوات شوية لورا، شوف كيف كان الخطاب، كيفاش كان التعامل مع الحكومات السابقة، وكيفاش كان الكلمات التي تستعمل. اليوم ما بغيناش نبقى في هذا النمط. احنا عندنا دستور، بلادنا خصها تطور المصداقية ديالها أكثر، خص الفاعل السياسي يبين على نضج، خصنا نساعد المواطن باش يتربى على الثقافة الديمقراطية، باش يتربى كذلك على التعامل المسؤول مع قضايا بلد. ولهذا ما بغيناش ندخلوا في متاهات، راه سهلة، داك الخطاب راه سهل، راه يمكننا نديروه. كثير من الإخوان داخل الحزب كيعاتبونا عليه، وكذلك من خارج الحزب يعاتبونا، كيقول لك شنو المعارضة وعلاش ما كاين. إذا هاد الثقافة هادي منبوذة بالنسبة لنا، وكنحاول باش نشوف الاتجاه في البناء السليم والقويم للبلد. الحزب يفتقر إلى أدروع، أكيد أنه هاد البناء اللي دخلنا فيه، وأنا باش نلخص هاد الجانبات كلها. أنا عندي هدف التزمت به أمام الإخوان داخل المؤتمر، واللي خصني نوصله في 2016 خصني نخلي الحزب في وضع تنظيمي سليم، بهياكل، بأدروع، بمناضلات ومناضلين ملتزمين. نخلي هذا الحزب بإشعاع وطني ودولي. بدينا العمل على المستوى الخارجي، تخلقات الشبكة ديال التجمعيين المغاربة بالخارج، خلقناها في فرنسا ديال الأنشطة،
خلقناها في إيطاليا وبدأت دير أنشطة. ردا غادي نخلقوها في بلجيكا، غادي نخلقوها في ألمانيا، غادي نخلقوها في هولندا، غادي نخلقوها في إسبانيا، غادي نخلقوها في كندا. الشبكة غادي وكتخلق وكتوسع. علاقتنا مع الأحزاب الخارج بدأت، والحزب غادي يتم الإعلان الخيرات ديالو في الأممية الليبرالية في شهر أبريل المقبل، وغنمشيو لأممية الوسط، لأننا كذلك حزب الوسط يؤمن بالوسطية. هذه كلها توجهات للهدف ديالي، وأن 2016 الحزب يكون كذلك وضع الركائز ديالو على مستوى الجهات. الهدف ديالي كذلك من هنا 2016 هو أن الحزب يبني أدوات العمل القرب مع المواطنين، أدوات جديدة، يطور هذه الأدوات باش يكون حزب دائما حاضرا في كل الأحياء. سنذهب إن شاء الله بعد البناء إلى خلق جمعيات الأحياء، إلى خلق جمعيات متخصصة. هذا الشيء كله هذا هو المخطط للعمل الحزبي. أهم الأساسي هو أن التجمع الوطني الأحرار كان في المعارضة إلى 2016، أو شاءت الظروف وفرضت مصلحة البلاد العليا أن يكون في موقع آخر، أن حزب 2016 يكون حزب آخر، حزب اللي خطى خطوة متقدمة في اتجاه البناء بفروعه الشبابية، بالمرأة، بالمهن، بجميع الأشكال. احنا ربطنا علاقة وصداقة مع نقابة، غادي نطور معها آليات العمل النقابي، لكن كذلك احنا عندنا ارتباط استراتيجي مع نقابة معينة للاتحاد المغربي للشغل. علاقتنا مع الاتحاد المغربي للشغل ستبقى دائما علاقات استراتيجية، تحالف استراتيجي مبني على المصلحة العليا. باش يكون الوضوح، خيارنا كحزب هو خيار ديال البناء، وخيار كذلك الوضوح، وخيار الشفافية. حسن، انت مسألة مالية الحزب، صحيح أننا حزب ما عندوش إمكانيات. القوة ديالنا من جاية؟ جاية من كون أننا عندنا مناضلين اللي كيساهموا من مالهم الخاص في يعني تدبير الأنشطة ودعم الحزب. الميزانية ديال الحزب شنو هي؟ 6.7 مليون ديال الدرهم اللي كتجينا ديال الدعم ديال الدولة، وكنجمعوا بين 130 و 150 مليون ديال المساهمات ديال الإخوان البرلمانيين وأعضاء المكتب السياسي والمناضلين. هذا هو مداخل الحزب. حزب كبير بإمكانيات ضعيفة. ملي كنقولوا خصنا جريدة، أنا متفق خصنا جريدة. إلا اتفق الإخوان كلهم باش يساهموا في هذه الجريدة من غدا. لأنه إلا بغيتي دير جريدة يومية، جريدة يومية 30,000 أو 20,000 عدد في اليوم، خصك 100 مليون في الشهر، مليار و200 مليون في العام. إذا كان تمشتوا الميزانية ديال الحزب، نديروها أسبوعية يمكن يكون حل. جريدة أسبوعية كتطلب 200-240 مليون في السنة، يمكننا نمشي لها كبداية على أساس أنه الحزب تدريجيا يطور الآليات باش يمكنه يمول جريدة يوميا. إذا الأخوات والإخوة، ملي ما كدير شي حاجة لأن عندها شي سبب، صحيح أنه الحزب ميمكنش يبقى بدون لسان، على الأقل كيعبر بطريقة رسمية على مواقف، علما بأنه الآلية التواصل اليوم تعددت وقنوات التواصل تعددت. ما ينقصنا كذلك هو الحضور ديال الأخوات والإخوان على المستوى ديال المشهد الإعلامي، في التصريحات، في اتخاذ المواقف، في الحضور، في المناقشات، في مجموعة ديال الأشياء. هذه كذلك وسائل لي، وعندي أشياء أخرى كنهيئها واللي كتهم آلية التواصل الاجتماعي، واللي غادي تكون كذلك أداة فاعلة في حضور الحزب في كل القضايا. إذا احنا غادي خطوة خطوة،
ولكن غادي في الاتجاه الصحيح، وعندي اليقين ان هذا المسار اللي غادي فيه هو مسار سليم. الحزب رغم كل ما يقال وكل ما انا نقول لكم واحد القضيه، كل ما كانش هذا الحزب كيخوف، كل ما كانش هذا الحزب عنده اعتبار، شكون اللي غيديها فيه؟ واحد ما يهضر عليه. ولكن ملي كتوجه لك الضربات بمعنى عندك شي حاجه غير عندك شي مكانه، عندك شي قيمه، شي يوزاج، ولهذا باش نسالي غادي نسالي بواحد واحد المقولة ديال الشرشي ديال الله جاتني في البال، نقراها فرنساوية ونحاول نترجمها. قال لك شرشيل اللي عنده تاريخ هناك طنجه، لو سوكسي ني با ديفينيتيف، ليشيك ني با فاتال، سي لو كوراج دو كونتينيي كي كونت. شجاعة القدرة على الاستمرار وهي أهم شيء. الواحد اللي كيحط سلاح ميجيش غير السياسة، واللي باغي يدير السياسة بلا ما ياكل العصا ماشي يدير حاجة أخرى. أنا صابر مع إخواني وأخواتي ومعكم، عندنا الشجاعة ديال الاستمرار والجلد ديالنا بدا يطيب، غادي ناكلو العصا كفينا العصا، أنا زهر غادي ناكلو العصا. وعقلوش كنقول لكم اللي غنخرجوا من هنا، تبعوا ما يقال وما سيكتب، مع احترامي بالطبع للصحافه والصحابيين الصحفيين، احنا في تجمع الثقافه واضحه، نحن نحترم الصحافه والصحفيين، نعتبر بان الصحافه تساهم في بناء ثقافه الحوار الاخبار الى اخره، وعمر الموقف ديالنا ما غيتغير. واخا مره يضربنا شي واحد راك داخله في اطار طبيعي، حنا ضد شخصنه النقاش، حنا ملي كنقولوا في المعارضه ماشي معارضه ضد شخص، دائما ملي كتخرج شي حاجه كيقولوا مزوار بالكيران. عمركم واش سمعتوني قلت كلمه بالكيران قبل دابا في هذا الخطاب؟ هذا رئيس حكومة، رئيس حزب، أحترم. واش سمعتوني قلت الاسم ديال العدالة والتنمية؟ هذا حزب كباقي الأحزاب يدبر الشأن العام اليوم بمسؤولية الحكومة، لكن من حقي أنني ما نكونش متفق معاه، من حقي أنني ننتقد، من حقي أنني نقول الأشياء إذا ما كانتش غادية في الاتجاه الصحيح أنني نقولها، من حقي أن نعبر على القناعات المرتبطة بتصورنا وتوقعنا كحزب. حنا حزب عنده خيارات، حنا ماشي مجموعة ديال الأفراد كتلاقى وكتقال بأنه راه كتنتمي إلى واحد المجموعة سميتها تجمع وطن الأفراد. هذا حزب، ومعنى الحزب أنه عنده مبادئ، عنده قيم، عنده خيار مجتمعي، خيار مجتمعي، عنده رؤية للمجتمع، عنده رؤية للمستقبل، عنده مواقف. وإلا مشيو نلعب الكرة ما نديروش حاجة أخرى. إذا كيف حنا كنحترموا الآخرين؟ كنطلبوا من الآخرين يحترمونا، ينتقدونا على مواقفنا، ينتقدونا على تصرفاتنا، ولكن بدون شخصنة في النقاش، احترام الأشخاص، احترام الأحزاب، واحترام المواقف. شكرا لكم.